وللحديث عن سطوة الميليشيات على المحافظات المنكوبة لا سيما نينوى، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. وسهلا، حياكم الله. سيد حسين، ميليشيا العصائب تجرف الأراضي في نينوى ثم تبيعها بدون سند قانوني، هذه الممارسات ألا تلغي مفهوم الدولة التي يتحدث عنها الكاظمي في العراق والأجهزة التي من المفترض أن تحمي الأراضي؟ بالتأكيد مفهوم لا دولة يعني هو السائد في العراق. حتى الكاظمي من الذي جاء به إلى السلطة؟ أليست كتلة سياسية التي تتبعها هذه الميليشيات؟ يعني الأمر ليس غريبا في العراق، الميليشيات هي المتغول وهي المسيطر على الأرض وهي الحاكم الحقيقي للدولة، أما الحكومة ما هي إلا لبعض البروتوكولات السياسية التي تحتاجها الدولة مع الآخرين وبعض الأمور الإدارية، أما الحكم في العراق فهو حكم الميليشيات. نعم، طيب الميليشيات التي تتكلم عنها أستاذ حسين تحدث عنها قائم مقام الموصل زهير الأعرجي الذي أكد بأنه تعرض لتهديدات بعد اعتقال عناصر من ميليشيا العصائب كانت تقوم بتجريف الأراضي بغرض بيعها فيما بعد. يعني سيد زهير الأعرجي يدرك هذه الحقيقة منذ توليه منصب قائم مقام منذ 2005 وإلى الآن، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، هذه الحقيقة معروفة، لم يضف شيئا سيد زهير الأعرجي على توصيف الميليشيات في مدينة نينوى. اليوم جميع المدن المدمرة وزعت بين الميليشيات ولكل ميليشيا لها مدينة، كما العصائب للموصل العصائب، سرايا السلام لها سامراء، حزب الله له جنوب بغداد، موزعة هكذا قطاعات هي تحكمها الميليشيات. يعني الموضوع ليس يعني عمليات محدودة أو أخطاء محدودة، لا، هي موزعة قطاعات على هذه الميليشيات، جميع المدن كانت تسيطر عليها داعش، وكأنما هي تملك هذه المدن وتتحكم فيها وفي أرزاقها. اليوم لا حكومة محلية تستطيع تجرأ أن تتكلم ولا حكومة مركزية. يعني هذا الأمر أصبح واضح للعيان ولا يوجد فيه أي يعني شك في الموضوع. نعم، كيف انعكست سطوة الميليشيات والسيطرة الفعلية على واقع نينوى والمحافظات المنكوبة بشكل عام؟ بالتأكيد حالة من البؤس وحالة من الاضطراب، حالة يعني غير مقبولة، حالة شاذة، لا يمكن استمرار هذا الوضع، ولا يمكن يعني إن عجز العراقيين عن مواجهة الميليشيات فعليهم أن يلجأوا إلى المجتمع الدولي لعله ينصفهم من هؤلاء، لأنه إحنا اليوم أمام قوة غاشمة مسلحة تدعي أن لها قدسية دينية، وهذا أكبر ما نعاني من خطورة. يعني حتى لو تسرق، يعني هي مقدسة فسرقتها حلال، هي حتى لو تعتدي وتقتل فهي مقدسة، القتل عندها حلال، وهذا الأمر خطير جدا. يعني فهذا هو واقع المدينة، وبالتالي عكس حالة سلبية وحالة تدميرية بالأحرى إلى المدن المدمرة سواء الموصل أو في الرمادي أم في صلاح الدين. نعم، مرة أخرى نعود إلى ما قاله الأعرجي الذي أكد أن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم سيطلق سراحهم وسيغلق التحقيق في الواقعة، لأنه كما قال بأن السلاح أقوى من القانون. ما دلالة هذا الإقرار من مسؤول حكومي لا يستطيع أن ينفذ القانون؟ الموضوع ليس عند يعني فقط عند السيد الأعرجي، السيد الأعرجي قائم مقام، هو المحافظ شخصيا لا يستطيع أن ينفذ القانون، ورئيس الوزراء اللي هو رئيس السلطة التنفيذية لا يستطيع أن ينفذ القانون على هذه الميليشيات. ألم تستعرض هذه الميليشيات قبل أيام في وسط بغداد ورئيس الوزراء والقائد العام قوات المسلحة لم يجرؤ على فعل شيء؟ اليوم هذه الميليشيات جهة حاكمة فعلية. نعم. وهذه الفوضى هي المسؤولة عنها، وهذه الدماء التي تسيل كلها هي مسؤولة عنها، وأما البقية كما ذكرت لك ما هي إلا للأمور البروتوكولية وبعض الأمور الإدارية تدير شؤون المواطنين، أما الأمر كله على الأرض سياسة وأمنا واقتصادا هو بيد الميليشيا. نعم، مصادر مطلعة أكدت أن ميليشيا الحشد تدير عمليات تهريب واسعة في المحافظات المنكوبة، من المسؤول عن استمرار هذه العمليات التي سبق وأن حذر منها الكثيرون بعد سيطرة الميليشيات على المحافظة المنكوبة؟ نعم، أنه هذه الميليشيات تعتبر هذه الأرض مستباحة لها، تعتبر هذه ملك،
تعتبرها غنيمة من يعني أيديولوجي، الأيديولوجية اللي تحملها والعقيدة اللي تحملها هكذا تتعامل، بأن هذه الأرض ملكها، ما حتى باطن الأرض لها نفطا كبريت مواد أخرى، هذه كلها تعتبر يعني ملكا لها، فبالتالي هي تتصرف من منطلق ديني عقائدي، ما تتصرف فقط من منطلق سياسي، رغم أنهم فاسدين يعني أباحوا الخمر وأباحوا المخدرات وأباحوا كل شيء، ولكن كل هذا ينطلق من منطلق ديني. الدين ليس بشرط أن يكون دينا مستقيما، يكون أديان شاذة ومنحرفة، هناك مذاهب منحرفة، فبالتالي هو ينطلق لكنه بطبيعته ينطلق من منطلق ديني عقائدي، أنه هذه الأرض ملك له باعتبار هو حررها من داعش فهي أصبحت ملكا له. هذا المنطلق الذي تنطلق منه ميليشيات الحشد وبقية الميليشيات الأخرى جميعا، وهذا منطلق في غاية التناقض في الحقيقة مع وجود حكومة من المفترض أنها تقوم بإدارة البلاد. على أي حال أستاذ حسين، السفير البريطاني في بغداد قال إن الميليشيات الموالية لإيران تسببت بأزمات كبيرة ويجب مواجهتها، وفي نفس الوقت نلاحظ أن السفراء سواء في بريطانيا وغيرها من الدول والمسؤولون الأمميون يلتقون بقيادات من ميليشيا الحشد. هذا التناقض منذ 2003 وإلى الآن نسمع هذه التصريحات، تصريح آخر أيضا لديفيد باتريوس وهذا تصريح السفير البريطاني. السؤال الذي يطرح نفسه، عندما كانت بريطانيا مسيطرة على العراق خصوصا في مدينة البصرة، ألم يحدث فيها تغيير ديموغرافي وتهجير قسري وقتل جماعي؟ أين كانت تلك القوات ولماذا وقفت متفرجة؟ كذلك ديفيد باتريوس عندما يصرح اليوم وأمس عن الجرائم التي قامت بها هذه الميليشيات وبعض الساسة، ألم يكن هو قائد عام؟ لماذا سمح لهذه الميليشيات؟ هذه التصريحات لضرر الرماد في العيون، المشروع الذي موجود في العراق هو جاءت به أمريكا تنفذه الأدوات الداخلية لمصلحته ولمصلحة إيران، هذه هي القصة الحقيقية. لا يوجد في العراق شيء يحدث بدون رضا أمريكي أو بدون طرف أمريكي، أمريكا لا يجرأ ميليشياوي بسيط أو دولة من عالم الثالث مثل إيران تقف بوجهها، لكن هي أرادت هذا، ولأنها أنها لا تستطيع أن تنفذ مثل هذا المشروع القذر جاءت بإيران وميليشياتها لتنفذ هذا المشروع القذر. وراجع كلمات بول بريمر على قناة الجزيرة وراجع مذكرات جورج بوش عندما كتبها، هذا هو المشروع الأمريكي. أما هذا كله لضرر رماد في العيون والتصريحات الاستهلاك المحلي والإعلامي. نعم، شكرا لك الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول السيد حسين السبعاوي، كنت معنا.